تبرعات كريمة من أهل الخير والإحسان تصل إلى العوائل السورية الفقيرة في المخيمات. توزيع مادة الخبز التي تعد من المواد الأساسية في الحياة في هذه المناطق والتي يزداد الحاجة إليها في ظل البرد الشديد والأحوال المأساوية. كل الشكر للمتبرعين الكرام، ونتمنى منهم زيادة الإحسان ودوام جهودهم. فبراير 2022. متعاونين بالخير نفيد حتى نستفيد كثير، البذل عادتنا منه سعادتنا، بالحب نغرس والحصاد كبير. الله يجزيهم الخير ويوزعون الخبز، ونتمنى انه ان شاء الله تكون دائما، ان نحن مخيم هنا واغلب الناس هنا فقراء يعني وبحاجه الى اشياء. الله يجزيهم الخير ويخلف عليهم يا رب، وإن شاء الله تكون بس تكون دائمة يعني، لأن أغلب الناس بحاجة لمادة الخبز هاي.